المفروض انه ايه اللي بيحصل؟ ازاي تثبته؟ ازاي ما حد يقول، حد يقول لمراته انا لا مش هعترف بالولد ده، المفروض ان هي تعمل ما ايه؟ هو رفع دعوى انكار قبلها نسب، هو رفع، قبلها هو رفع بعد كده لما هي عملت شهادة ميلاد دعوى انكار نسب. انا عايز اتكلم في حاجة مهمة قوي، وده في مشكلة خطيرة في القانون المصري في الموضوع ده. ايوه نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، صدق الله العظيم. وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم ما تدرون الموبقات السبع، فتحدث سيدنا رسول الله إن رمي المحصنات من ضمن الموبقات السبع اللي هي بعد الشرك بالله والسحر وكذا. طيب هل تخيلي حضرتك إن القانون المصري بيعاقب بالحبس اللي بيشتم إنسان بتهمة السب والقصف؟ يعني أي حد يشتم حد كده على الفيسبوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، في الشارع، ليه عقوبة حبس؟ تخيل اللي بيطعن إنسان في شرفه وبيتهمه بأبشع اتهام وهو اتهام الزنا، ملوش عقوبة؟ ملوش عقوبة ازاي؟ ملوش عقوبة لغاية دلوقتي في القانون المصري. وده كنا اتكلمنا في حلقات سابقة وقلنا ان احنا محتاجين يكون في تشريعات وتعديلات بالنسبة لإثبات النسب، ان يكون اولا تحليل دي ان ايه ده نص ملزم في القانون. نمرة اتنين، ان يكون في عقوبة رادعة في حالة الزوجة اللي بتدعي زورا ان الطفل ده ابنه او العكس، اثبات او انكار النسب، اللي يدعي باطل يكون في عقوبة رادعة. ليه؟ لان اللي بيدفع الثمن هم الاطفال، هم ابنائنا. النهارده تم اتهام الطفلة دي يعني في جبينها وطول حياتها باتهام يعني غير معقول، لا يصح اصلا. انا النهارده لو انا رجل بمعنى الكلمة، واي رجل بكلم كده، اي رجل في 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 مصر وفي كل الدول العربيه، انا شكيت ان الطفل ده مش ابني، انا هاخده واطلع بالسكات واطلع على اعمل تحليل دي ان ايه البصمه الوراثيه، وده تحليل حاسم، هو ده التحليل القاطع حاسم ما فيهوش كلام، ما فيهوش اي تلاعب، واعمل التحليل عشان ما افضحش بنتي. افرض ان انا شك ده بدون بينه، ده لازم اجيب 4 شهود. ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيتكلم وبيقول اذا شفت الفاحشه ايقع علي الحد؟ فرد عليه سيدنا الامام علي قال وتاتي معك ب3 شهود، وان لم تاتي يوقع عليك حد رمي المحصنات. ما هي الايه صريحه، تخيلي حضرتك الامام علي بيقول 4 منكم، دي ايه الايه كده، فاستشهدوا عليهن 4 منكم. الامام علي بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب العدل، ده انت لو ما جبتش 3 شهود يشهدوا في الواقعه دي انت يقام عليك الحد. طيب احنا اتعلمنا ان اي عقوبه في الشريعه، يعني اي جريمه ولها عقوبه في الشريعه، بيستبدحها ان يكون فيها جريمه وعقوبه في القانون الوضعي، حتى وان اختلف ان ما اصبحتش العقوبات بدنيه اللي هي الرجم او الجلد لظروف تغير الزمان والمكان. اذا ليه ما يكونش في النهارده عقوبه رادعه لكل من تسول له نفسه باتهام زوجه بابشع اتهام ان هي اتت بطفل من الزنا ومن السفاح وشهر بها في المحكمه ولم يقبل تقرير او تحليل الدي ان ايه وتقرير الطب الشرعي، ولم يقبل حكم المحكمه؟ ازاي يعني ايه ما قبلش؟ يعني استأنف وطعن واستأنف وطعن تمام ازاي؟ طب انا حتى اعود لصوابي يعني عشان خاطر الطفله دي؟ يا اخي دي بنت كمان، يعني هو يتساوى طبعا الولد والبنت في الموضوع ده. بس اللي انا عرفته من حضراتكم قبل الهوا انه اصلا هو عمل كده مع اولاده التانيين اللي قبل، كان قبل مدام رانيا. أيوة طبعاً. يعني هو عنده 6 اولاد تقريبا. أيوة. وكان عامل فيهم برضه نفس الكلام ده، برضو عمل لهم انكار نسب. وده عرفتيه بعد المشاكل بتاعتي، بعد ما حصل لك المشاكل دي؟ المحامي اقول اسماء؟ لا المحامي بتاعهم برضو انا كنت على صله بيه، لان هو كان ماسك القضيه بتاعتي في الاول. يعني ربنا الهمني ووصلت له هو لما عرفت القصه، ومسك القضيه بتاعتي شويه وجاب لي الحكم ده ب6 اولاد معمول لهم انكار نسب. وبرضو طلعوا اولاده. طب يعني انت ونفس القصه عملتها معايا، القواضي كلها اخذت برضو يعني رفض، او ان هي متحكم فيها هو ولاده، ان هم ولاده. طبعا. لكن هو اختصر الطريق معاهم بسرعه، ما كملش وبدا ان هو يصرف بمزاجه، بقى يروح لهم بمزاجه ويقفل على الموضوع. برضو كل وجهه نظره في القصه كلها ان هو يعمل ده عشان ياخد الشقه منهم، زي ما انا برضو بيحاربني لان انا واخده تمكين من الشقه التانية، هو عنده 3 شقق تمليك،
اقل شقه فيهم بمليون وشويه. المهم ان هو حضرتك قاعده في مكان، انا قاعده في التمكين مكان منهم اللي انا اتجوزت فيها، اللي انا مسكن الزوجيه هو اللي انا اتمكنت منها. تمام. ايوه طب ما خلاص، ولكن انا بتحارب محاربه فظيعه جدا 6 سنين قضايا. طبعا قضايا يعني محاميين، يعني فلوس، يعني حاجات كتير انا مش قادره عليها، تعبت. انا خلينا نقول طبعا حضراتكم عارفين انه في اي حلقه من الحلقات دي والفقرات دي بيبقى حق الرد مكفول للاطراف الاخرى اللي مش أكيد. موجوده معانا، لكن احنا بنتكلم عن حاله موجوده، بما ان مش بس هي اللي اخذت حكم بانه البنت دي بنته، لا ده كمان في 6 اطفال قبل كده كانوا رافعين القضيه وبرده كسبوها وكانوا يعني واخدين برده نفس الموضوع. هل هو يا استاذ وليد كان باعت كانوا رافعين مع بعض او كان رافع عليهم القضيه دي مع بعض؟ ما عندكش تفصيل عن ده؟ يعني اقصد هل المحكمه بعد ما يكون في، طبعا انا يعني بنستفسر يعني عن الاحكام، لما يكون في احكام سابقه مش دي بتعزز الحكم لا الجديد؟ لا هي دي لازم كل واقعه لوحدها. افرضي ان الست اولاد دول اولاده وتم اثبات ان الطفله دي مش بنته، ملهاش علاقه يعني، هي ملهاش علاقه، لكن هي قصه في ايه اللي بترجع السيكولوجيه بتاعت الشخص نفسه. ان هو النهارده يعني اقصر طريق ان انا انكر نسب طفلي، لا انا بقول لكل الناس وكل مصر كلها تسمعنا من فضلكم، الموضوع ده بالذات بيبقى وصمه عار في جبين الطفل مدى الحياه، من فضلكم حلوه في الغرف المغلقه. ولو حد عنده مشكله نفسيه او بيعاني من اي حاجه، خد الطفل واعمل التحليل، هو محتاج ان هو ياخد باله من الاشخاص خد الاخرين. خد الطفل واعمل التحليل بعيدا عن ساحات المحاكم. النهارده قضايا وقضايا يعني مشينه. أيوه. القضايا دي بالذات النوع ده من القضايا مشين، والنهارده احنا يعني طلعنا الحاله دي النهارده علشان تظهر للراي العام. ليه؟ لان هي اساسا اوريدي هي متاحه في ساحات المحاكم. خلاص يعني حصل الموضوع وكل الناس عارفه ان في قضيه انكار نسب على الطفله دي. احنا عايزين ننبه المشرع، ما ينفعش نسيب الولاد يعني يصاموا بالعار طول حياتهم. ما ينفعش طفله كده لما يجي في يوم من الايام تيجي تتخطب ولا حاجه وخطيبها يعرف ان كان معمول عليها انكار نسب، ده يرضي ربنا؟